الملعب بتاعنا اليو ديانج. اليو ديانج واحد من اهم اللعيبه في كسب الكوره الثانيه للنادي الاهلي، ويعني لعيب صغير في السن، لعيب مكسب، تسلم العين اللي جابته النادي الاهلي. اليو ديانج وجوده جنب عمرو السوليه بصراحه عامل بدايه الانسجام ما بينهم، واحد دبابه بشريه بتقطع لك كل الكوره وبتاخد الكوره الثانيه. وكمان لما كنا بنقول ماتش الاسماعيلي كان مرتكب 4 أو 5 أخطاء، معدل اخطاء كتير، النهارده بيرتكب خطا واحد. هدوء، رزانه، نسبه التهور اللي كانت موجوده عنده قلت خالص. عمرو السوليه بقى بيديك التمرير الطولي، هو اكتر لاعب النهارده لاعب عامل تمريرات طوليه. اذا السر في الفوز كان في قوه وسط ملعب النادي الاهلي، ثنائيه اليو ديانج وعمرو السوليه. لو بصينا على ارقام اليو ديانج، اليو ديانج هنلاقيه ان هو تاني اول حاجه لعب 90 دقيقه صنع هدف، تاني اكتر لاعب قطعا للكرات 17 مره بعد محمود متولي. محمود متولي الاول، رقم 2 اليو ديانج 17 مره. اكتر من استعاد الكره الثانيه 13 مره، ده الدور المهم جدا لاليو ديانج. الكره الثانيه اللي دايما بتعيد لك الاستحواذ، دايما فايلر مهم جدا الاستحواذ على الكوره. اكتر من قام بمراوغات ناجحه 3، محاولات على المرمى 2، نسبة دقة المحاولات بتاعته 50%، نسبة دقة التمريرات واصلة ل 95%، ارتكب كام خطأ؟ نبص على الرقم ده مهم قوي، خطأ واحد بس. في لعيب احنا كنا بنقول ان هو بيرتكب أخطاء كتير، لا النهارده واحد، حصل على خطأين. نبص على الأرقام نفسرها، الدور الدفاعي ده تاني أكتر لاعب قطع الكورة 17 مرة، أكتر لاعب استعاد الكورة التانية، طب تعالى شوف الدور الهجومي، ده راح على الجون مرتين، صنع هدف، دقة تمريراته 95%. ما بيرتكبش اخطاء وبيحصل على اخطاء. اذا مكسب كبير جدا وجود دبابه بشريه في وسط ملعب النادي الاهلي، اهو دور مهم قوي في استعاده الكره الثانيه. ارجع كده يا استاذ سمير على اللقطه من بدايتها، دي استعادتك، دي اسمها استعاده الكره الثانيه، ان انت تعمل بلوك وتقطع الكره وتستعيد الكره الثانيه. مهم جدا يعيد لك الاستحواذ ويديك التمرير الطولي فين؟ في المساحه خلف الظهير الايسر للمقصه اللي احنا قلنا عليها قبل المباراه نقطه ضعف مصر، المقصه، التمرير الطولي خلف الظهير الايسر. يعني لو بصينا على الاحصائيه اللي كانت قبل المباراه هنلاقي ان 7 أهداف اللي احنا عرضناها قبل المباراه اهي، 16 هدف في مصر المقصه، منهم 7 قبل المباراه دي في التمرير الطولي خلف الظهير الايسر، النهارده بقوا 8. اذا لازم كابتن احمد حسام ميدو يعيد ترتيب حساباته في النقطه دي، ان هو عنده مشكله في المساحه اللي ورا الباك الشمال اللي اتكلمنا عليها قبل المباراه. رقم 2 محمد مجدي.